باب صادق. الله يخير سيدي، الله يبارك فيكم. نهار لك في الكتوبه غاليين هي بالنسبه للكتوبه كل شيء غالي والشكاير غالي، المسائل المدارس بدا فينا هما فين بقى يقرا. دابا حنا المشكل بحال الناس اللي مساكين خدامين ضعيف، ولا الصناع ولا الصناع التقليديون عرفوا ولادهم غادي يبقاو يقدوا ما يقريو. وثانيا القرايه معروفه القرايه، ودابا حنا كيقراو الماكتي ولشي مثلا نقولوا هذا وزير، هذا برلماني، هذا شي انسان نيت اللي هذا ما عندك ما تقرا في هذا الدول. يقري ولادو في اوروبا. ايوا يقراو الناس في اوروبا، يقراو هنا يقراو هنا. طبيعه الحال غيشدوا بالصيف. ايوا بطبيعه الحال حنا دابا هما ولاو كيقول لك قرا واحد اللغه داروها جديده زيروات، قال لك قراها، ولا كيدير لنا باب الادارات، باب المحاكم، باب المدارس. الا قريت هذيك اش غادي ندير انا؟ واش نمشي حدا نمشي نسرح، ولا نمشي لحدا الدوار، ولا نمشي بال الناس يقراوا اللغات واللغات الحيه واللغات اللي كتزيد الانسان للتقدم وكتعطيه المناصب. واش الناس تقرا في اي لغه كتحطك في واحد المستوى وكتدوز بها امتحانات وحدين؟ اللغه الانجليزيه ولا الفرنسيه والانجليزيه الاسبانيه كاع اللغات الحيين كيشدوا لك مناصب وتتقدر كتواصل بهم مع الاخر. هاد اللغه دار هاد اللغه جابوها لنا ما عمرها كانت بعدا هاد الحروف، تنقلبوا عليهم تلقاو شي حاجه من رومانيا، شي حاجه من السوفيات، شي حاجه من هذا. هاني قريتهم، اذا كنضيع الوقت ديالي باش نقرا واحد اللغه حيه، والا ضيعت في هذيك واحد اللغه باش نقراها كنضيع الوقت باش نقرا لغه حيه اللي كتمكنني باش نشد واحد المنصب وكنشد واحد الخدمه اللي تتكون مهمه. الا قريت هذيك اللغه اللي داروا لنا جديده خصني نمشي حدا البقره، ولا نمشي للبلاد، ولا نمشي نسرح، ولا نمشي نحفر، ولا ندير شي حاجه. اذا هنا غنبقى منحصر. ملي كنبقى منحصر مع ملي كنزيد تنبقى ديما في البلاصه ديالي، وتنبقى ديما في البلاد، وتنبقى ديما كنحرت. رجعوا الدفاتير المقررات، تبقى مقرر ديال راه هذه وحده منهم. المقرر ديال اللغه العربيه يدير 10 دراهم، والمقرر ديال اللغه الفرنسيه يدير 200. راه هنا فاش نقول لك دابا، اذا هذه الطريقه كتبان لك الميزه بانه شوف الا بغيتي تقرا واحد الحاجه راه تشد واحد الحاجه، ولا قريتي في واحد المدرسه اللي عندها واحد السمعه راه من تما كتخرج كتشد منصب. حنا ما تكون عندنا ديك الامكانيات تتقرا في واحد المدرسه عاديه ولا شي حاجه هذا، تبقى ديما منحصر حدك واحد الحاجه صافي انت سقطتي خرج، لان ما وصلش واحد ما قاريش ما وصل لك شيء، قاري حاجه محدوده اللي ما يمكنش. خصني نقرا القرايه خصها تكون بحال بحال. تنطلبوا ان شاء الله من الوزراء مسائل اللي باش يكونوا المستويات في المدارس تكون بحال بحال، والقرايه بحال بحال، وتكون الكتب ايوا خصنا الكتب تكون في المتناول. راه احسن حاجه هو يكون عندنا المواطن مثقف وواعي، احسن ما يكون جاهل. إلا كان المواطن عندنا جاهل، الدول المتقدمة عند المواطنين صافي. ايوا الناس واعيين ومثقفين، كدوي معاهم كتلقى الانسان مثقف وواعي واصل واصل. هنا حنا كنبقاو ديما في واحد المستوى اللي ضعيف، تنبقاو ديما ضعاف. خصنا القراية تكون في المتناول ديالنا، والكتب يكونوا في المتناول ديالنا، ما يكونوش عندنا الكتب ديال 200 درهم و300 وداك الشيء. إذا باش غنشري انا الكتاب وانا خدام يلاه ب 80 درهم في النهار، وغنمشي نشري الكتبة راه والسكنة وداك الشيء راه ما يمكنش. خصنا ديما نعم اسيدي يكون كل شيء في المتناول ديالنا، والمثقفين يكونوا يعاونونا بحال كاين الناس المثقفين يتعاونوا مع في المدارس، والمدارس خصها توفر لنا الكتب يكونوا في المستوى باش كل شيء يقرا ان شاء الله وكل شيء مثقف. السيد راه خدامين دابا في الاحصاء بلا ما يساليو الاحصاء، راه مشكله على الساده. هذه هي المشكل. وديك المره ديك المره داروا بعدا الاضراب، داروا فيه ما عرفتش 3 شهور ولا شحال، 3 شهور من قال هذيك 3 شهور هي كتضيع. دابا تيقول لك السنه بيضاء. ايوا السنه بيضاء، وحنا شكون اللي كيدير؟ حنا المثقفون ولاد الشعب. انا كيفاش ما تقدرش مع شي؟ والله ما تقدر بالله، لان ولاد الشعب مساكين تتكرمسوا، وفي الاخر تلقى ولاد الشعب شي خدام هنا، شي خدام في البني، شي خدام في الحفير، شي خدام في الجزر، هما اللي عليهم الاعتماد، وفي الاخر كيتهمشوا والغلاء عليهم. فين هاد الخضره اللي غادي يشري باش تشري هذه الخضره، باش غتشري العيش، باش غتكون في المستوى ديالك؟ لا انا تيبان لي القضيه ماشي هي هذيك، خص اعاده النظر في هذا الشيء هذا، وان شاء الله باش ولاد الشعب خصهم يكونوا مثقفون،
راه باش ما تقفلوا مزيان للبلاد ومزيان للدوله. راه ما خصش ما يكون انسان جاهل ومخلف متخلف داك الشيء، راه تيكون مخلف متخلف كيوجد لنا تيكون التخلف راه مخرجين عينك صافي تيترزقوا به. وهذاك دابا المشكله دابا كيولي التكريسيا، مازال كاين واحد المساله بحال هكا اللي كيولي بنادم جاهل ما والو تيبان ليه كريسي تمشي كيفاش هذا هز الجرويه وتيصفر. ايوا هي هذا هو غادي كيولي كيكريسي كيصفر كيخطف كيهرس غادي كدوي معاه كيضرب الشنق عليك كاع لانك كان الوعي ما عمر مثقف غادي يدابز معاك وهذا كيخدم بعقله حتى الا بنتي ليه شي حاجه شويه تيقول هو هذا مختل شي حاجه كيتبعد هذا تدوي معاه يشنق عليك لان الجهل. لو كان مثقف ما غاديش ينوض هاد الاضرابات وما يكونش الضريب، وخص هاد الاضرابات اللي كيداروا ما خصهمش يبقاو يداروا هاد الاضرابات وديال الاساتذه مثلا ولا ديال الاطباء ولا ديال شكون اللي كيضيع اللي يكون الاطباء داير اضراب وغادي فيه شهر وشهرين والمرضى راه مليح حدا السبيطار. اذا حنا اللي كنضيعوا ولاد الشعب والشعب اللي كيضيع، ما خصناش الشعب يضيع. وهاد الاضراب اللي باغي يدار كيدار في شي وقت ديال العطله مثلا، يمشيو في اوقات العطله مثلا يمشيو ما يضيعوش وقت العمل. وقت العمل ملي تكون اي خدم وبكي وشكي، تخدم وتبكي وتشكي، ماشي انت مبارك وحاصر الناس ثلاث شهور وشهرين والناس واقفه والناس في السبيطار. سير دابا السبيطار تلقى عباد الله مليو حاكي اللي هذا، انا براسي ثمان شهور وانا غادي نجي للسبيطار والمرض باقي فيا ما بغاوش يداووني، مشي تعيط دير تحاليل دير هذه 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 على فتق ولي عند العين في الاخر وليت يقول لك الطبيبه تما لا انا ما عجبك حال ندير لك على برا بغيتي على برا تعطيني 120 الف. مشيت نشكي عند المدير ديال السبيطار السوفينا بالعلا نقولها له، مشيت تقول لي انا ما عجبك حال شي سبيطار اخر يا كيفاش غن كيف قال لي راه نحكوا لواحد انا صبرت راس المسن وصبرت واحد اخر غيدير جريمه اخرى يقول هادو ما هادي ودير هذا. اذا هادو الناس كيف يجعلوك ويفرضوك باش تولي دير جرائم، هذا خص الانسان تمشي تزوق بطريقه غير مباشره غير مباشره لانك كتستفز اللي كتشوف انت 8 شهور وانا غادي جاي غادي جاي في الاخر مشروع الصحه والتعليم حق مشروع لاي مواطن هذه هي هذا هما اول اولويات. قريني الصحه والتعليم، الصحه والتعليم هما اول اولويات للانسان باش يتوعى بعدا ملي يتوعى تصحى حتى تبريه بعدا كيكون الانسان صحيح كتقريه كتوعيه كيفهم ديك الساعه دويتي معاه كيفهم راسو اشنو كاين. انت كدوي معاه واحد جاهل كدوي معاه كيدهرس بزاف في الفيترينات الطوموبيلات في الكلام الخايب كلام الساقط. اذا هذا الشيء ما خصوش يكون، خصنا التوعيه والوعي والثقافه كما كنقولوا الانسان خصنا نقراو حتى حنا بحال بحال الناس الاخرين المدارس ادوات وكتوبه الكتوبه خصهم في متناول الفقير المسكين لان المسكين كما قلت لك هو اللي يخدم اكثر هي المسائل كلها. كان المعمار اللي كنشوفوا كل شيء راه المسكين اللي كيبنيه وكل شيء كان هو اللي خدام الحفير خدام فاش ما مشيتي حتى حتى في الجيش مثلا وحتى فاش ما مشيتي تلقى البلاد الفقراء هما اللي كاينين هما اللي خدامين خصنا نتعاونوا معاهم ونعاونوهم ونوفروا لهم جميع المسائل اللي ستكون ضروريه لازمه وخصنا نقريهم ان القرايه والتوعيه والوعي هو اهم المهام. الانسان خصو يكون مثقف ووعي ما يبقاش جاهل وخصنا يقرونا اللغات اللي حيه اللي كتمكننا من المناصب سوف هذا المستوى اي بلاصه اي حاجه خص ملي يكون مثقف راه فين ما حطيتيني كتلقاني، ولكن الا كنت جاهل ما تلقى فيا غير الشر الشر والسو ومسائل والضرب والتهراس والفيترينات وداك الشيء. هذا الشيء ما بغيناش، بغينا الوعي بغينا الثقافه بغينا الدراسه بغينا التطبيب بغينا تخفيض الاثمنه ديال المواد الاساسيه وحتى الماكله والخضار وداك الشيء تكون مخفضه باش نعيشوا ونكونوا لا عشنا وكنا مثقفين واعيين راه حنا في صالح الوطن. كنا جاهلين راه حنا بعد ولينا تنوليو ضد الوطن. هنا ان شاء الله الناس يبغيو تهم باش المسؤولين يديروا واحد الالتفاته لهذه الطبقه كذا وباش الناس ومعلوم لان خريهم كما كنقول لك وعيهم. الا خليتي جاهل غادي وكيضرب وكيهرس وغادي وكيدير صافي ولا هادو اللي كيسعوا في الطريق تلقى مرا باركه وحاطه ثلاثه الدراهم ما تيخدم ما تيقرا ما والو كي غادي هذاك خصو يتحيد من هذاك اللي انا مهنه وتشويه ديال السمعه ديال البلاد. كاين اللي تلقاه قداش وصل 10 سنين و12 عام وباقي مع مو غير كيسعى، اش غيعطينا هذاك ملي كبر؟ هذاك غادي كيكريسيك لان ما عمره ما توعى ما قرا ما والو غتكون غادي غيكريسيك لان
الفريق ولا انت برك باتيسري واحد تيتجملك، واه كاين شي واحد كتلقى عنده ديك الصحه راه اعطيني اعطي، انت جاي تشري خبزه واحد تيشد عند هذا وانت هو غادي بجوج ميكات ولا ثلاثه، اذا راه هو اللي ولا احسن منك. هذا كاين شي حوايج اللي خص الانتباه لهم، ويشوف الانسان ان شاء الله كيفاش باش انت دار هذا الشيء. الله يبارك فيكم.